ظل تفاقم القضايا البيئية وزيادة عدد السكان عالمية، توصلت دكتورة مروة دبايح أستاذ العمارة البيئية بالسويد إلى تصميم نموذج جديد من البيوت العصرية الصديقة للبيئة. مع تفاقم أزمة اللاجئين في العالم وازدياد تعداد السكان وسعي العلماء لابتكار حلول قليلة التكلفة لبناء الوحدات السكنية، طرحت الدكتورة مروة دبايح الباحثة في جامعة لوند بالسويد لتصميم مباني صديقة للبيئة خالية من الكربون ومولدة للطاقة. تقريبا نسبة 40% من انبعاث ثاني أكسيد الكربون هو من قطاع التشييد والبناء، وطبعا تصنيع المواد اللي هي بتستخدم في البناء. طبعا هنا جت الفكرة ان احنا ازاي يبقى المبنى بتاعنا بصمته الكربونية اقل ممكن، بل بالعكس ان هو يكون كمان بالسالب، اي ان انبعاث ثاني اكسيد الكربون يكون او نقدر نمتص ثاني اكسيد الكربون من الجو داخل المواد اللي بتستخدم في المبنى. فكانت الفكرة ان انا استخدم مواد طبيعية بيئية موجودة في المحيط اللي هيبني فيه المباني دي، فكان الاختيار على المواد زي القش والبوص والخشب وكمان الطين اللي احنا ممكن نستخدمه كبديل للدهانات الداخلية والخارجية. على مدار عام كامل درست الدكتورة مروة هذا المشروع الأكاديمي، كما شيدت بيتا بهذه التقنية في السويد، وقام ببناء النموذج الأولي 6 لاجئين في زمن قياسي. المبنى كل المخلفات اللي فيه بيتم إعادة تدويرها واستخدامها بطرق مختلفة. تم تطبيق النموذج ده في السويد في مدينة اسمها لوند، هي في الجنوب جنوب السويد. تم الإنشاء في مدة 11 يوم كنموذج تطبيقي يعني تقييم الأداء الخاص بالمبنى. ممكن نقدر نقول إن تكلفة المتر الواحد في مصر ممكن يصل إلى 500 جنيه فقط. ده نتيجة استخدام مواد كلها طبيعية وبيئية وموجودة، وهي أصلا تعتبر بالنسبة لنا في مصر مخلفات زراعية. ويمكن استخدام هذه التقنية في تشييد 4 طوابق من المباني الإدارية والمدارس والمستشفيات، والتي تتميز بتحملها كافة التقلبات الجوية مثل الأمطار والرياح، كما أن متوسط العمر الافتراضي للمبنى يصل إلى 90 عاما بشرط الحفاظ عليه من الرطوبة. بالنسبة لمخلفات البناء، المبنى ده هدفه الأساسي أن بعد عمر الافتراضي للمبنى، المبنى ده مفروض يتحلل ويرجع تاني للطبيعة من غير أي تأثير على البيئة. بمعنى أنا بستخدم مواد كلها طبيعية زي القش والبوص والخشب، المواد دي بترجع تاني تتحلل في الأرض، وممكن كمان يعاد استخدامها تاني زي القش، ممكن يعيد استخدامه تاني كتبن، أو أن أنا برضو أستخدمه ككمبوست كتربة للزراعة، أو ممكن طبعا يستخدم كوقود حيوي.